طيب أنا أول حاجة المشروع بتاعي كير كار سنتر، مركز العناية بالسيارات. في الانترودكشن يعني أنا اخترت المشروع ده بحيث إن بقى عدد السيارات في الوطن العربي وفي مصر بقى عدد كبير جدا، بحيث إن الواحد خلاص بقى يوميا بيشوف عربيات كتير، فمحتاج إن الواحد يحافظ عليها. فأنا المشروع بتاعي مكانه هيبقى في مدينتي، عشان مدينة سكانية جديدة، وفي نفس الوقت برضو في منافسين من نفس المجال في موجود في مدينتي. والبروجكت بتاع السيت بتاعه سمول بروجكت. وبعد كده هكلم على الماركت ريسيرش بتاعتي، ان انا اول حاجة حددت ان الجزء العربيات اللي هيجي لي سواء بتبقى عربيات الاسبورت او عربيات اللي هي لسه الاونر بتاعها جديد، والستاف اللي هيشتغل معايا طبعا المانجر والسوبرفايزر والعمال. بعد كده عملت خطة سيلز بتاعتي، وعملت ان انا هبقى يعني على مدار التلات على اول سنة بتاعتي ايه اكتر حاجة ممكن هتشتغل معايا، وفي تاني سنة برضو يعني اكيد الموضوع بيزيد، وتالت سنة حسب كل ده هتبقى ايه متوقعة. وبعد كده برضو عملت جدول اسبوعي لعدد العربيات اللي هيخش لي من يوم السبت يوم الجمعة، عدد العربيات بالأوقات بأربع أوقات مختلفة. طبعا في الويك إند ده أكتر وقت الناس بتبقى فاضية، فالناس بتيجي تغسل في عربياتها. بعد كده في خلال الثلاث سنين عملت البروجكت بروفيت، خلال الثلاث سنين صافي الربح بتاعي. بعد كده دخلت جزء الليجال فيسابيلتي، وده طبعا التراخيص والمكان لازم يبقى يكون فيه ايه من نظام طفاية الحريق والأرضيات والمواد اللي بتستخدمها طبعا غير قابلة للاشتعال. بعد كده طبعا دخلت في الكوست، التكلفة بتاعتي، هو المكان هيبقى مكان ده أجار، فطبعا ليه توضيبات وليه حاجات، فأنا حسبت الكوست بتاعتها، الكوست برضو بتاعت التكلفة بتاعت الدعاية، وبرضو الكوست بتاعت الفار اكويبمنت المعدات اللي هتستخدمها. وبعد كده المكن اللي هستخدمه حسبت الكوست بتاعته 42,500، والماتيريال طبعا جزء الماتيريال بتاعي. وبعد كده حطيت السالاريز بتاع الموظفين اللي عندي. بعد كده رقم 6 دخلت في الهيومن ريسورس، فطبعا انا اخترت الهيومن ريسورس من السوبرفايزر والمانجر يعني الهيومن اللي هم يشتغلوا. طبعا السوبرفايزر هو اللي بيبقى مسؤول عن تسليم العربيات، هو اللي بيعمل تشيك عن العربيات لما يكون المدير مثلا غايب او حتى بوجود المدير. بعد كده في جزء اللي هو بتاع العامل المهر، اللي هو ده اوريدي اللي هو بيستخدم مكنه البوليش والبتاع ده، عشان مش اي حد طبعا بيستخدمها. بعد كده العمال اللي هم طبعا مسؤولين عن تنظيف العربيه والتكييف والروائح اللي هي بتبقى في التكييفات وكده. بعد كده بعض التحديات اللي قابلتني، طبعا حاجه زي كده هي موجوده في السوق المصري ومنتشره جدا، فالواحد تحاول ان هو طبعا عشان بيكسب زبون بمعنى الكلمة، فهو هعمل مثلا اوفرز للمكان، وفي نفس الوقت انا هستخدم مواد في يعني هغسل العربيات من غير او بتكلفة مية قليلة جدا، ان في يعني حاجة زي مادة كده بتترش على العربية وبتمسح بيها العربية اكنك عادي غسلتها بس من غير مية، هي بالمادة دي. كان في طبعا جزء كرييتيف في المشروع، واللي هو انا هعمل عربيات اللي هي ممكن تغسل ديليفري لحد البيت حتى من غير ما تيجي. والجزء الثاني طبعا اضافه نانو سيراميك وافلام حمايه، بس ده يعني فيما بعدين عشان هو بيستخدم مساحه كبيره والمعدات بتاعته برضو غاليه جدا. وجزء هتبقى طبعا للويتنج اريا مع مشروبات كده. والفكره الرابعه اللي هو كنت ابلكيشن، بحيث من خلاله ان انت تقدر تحجز مثلا هتغسل عربيتك امتى، العربية هتاخد وقت قد ايه، يعني اي خدمة انت ممكن عايز تعملها في المركز هتحجزها من خلال الابليكيشن. يعني كده البروجكت بيزنس موديل بتاعتي، وهي التكلفات العائد اللي داخل والخرج والصافي الربح، وده السكادجول بتاع الاسبوع. وبعد كده خلال التوقعات يعني خلال ان شاء الله 3 سنين، ان هو الصافي الربح هيوصل لقد ايه، والريفرنس وكده خلاص.